السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كباب الحياتي بأسهل طريقة، وهيطلع أحلى كمان من الكباب اللي بتجيبيه من الحياتي، وهتقدميه في أي عزومة هيعجبك جدا جدا جدا، وكمان الفراخ المشوية بأحلى تتبيلة. أنا هنا جبت كمان لحمة، كمان مش لحمة بلدي، لحمة كمان اللي هي المستوردة البرازيلي دي. جبت منها حتة من السن، يعني جبت حوالي كيلو ونص من السن. هتخلي طبعا الجزار هيقطعها لك مكعبات صغيرة. هتجهزي بقى أحلى خلطة بجد مش هتستغني عنها، لا للكباب ولا للفراخ المشوية خالص، وعمليها بنفس خطواتي. في الفلاية كده صغيرة اللي هي الفلفل الحراق، وفلفلتين رومي، وبصلتين كبار مبشورين طبعا، وهنحط بقى معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من بهارات المشويات، ومعلقتين من صوص الباربيكيو هايل جدا جدا، وكمان معلقتين من الكاتشب. لو ما عندكيش بهارات المشويات هتحطي السبع بهارات، هتديكي طعم هايل جدا جدا. وهنقلب طبعا اللحمة بتاعتنا بالشكل دوة، وكمان معلقة من الثوم المهروس ما تنسيش طبعا، بتديله نكهة هايلة جدا جدا. وهنحط مع التتبيلة بتاعتنا كوباية من الزيت، وهنرجع نضرب الكلام ده كله في الخلاط او في المطحن بتاعك. التتبيلة هتكون ناعمة وجميلة، وريحتها بصراحة يعني رائعة جدا. طبعا هنتبل اللحمة بالتتبيلة الجميلة دي، وكمان عندي فرختين بنفس التتبيلة، خدت جزء منها وهتبل الفرختين. بجد التتبيلة دي كفتني للفرختين والكيلو النص اللحمة، يعني كده أنا هعمل أكل عزومة من مكونات بسيطة جدا. واللحمة بالرغم ان هي مش بلدي طبعا، عشان خارجين من عيد فما لقيتش طبعا لحمة بلدي، الجزارين قافلين، جبت اللحمة البرازيلي، بس ما توقعتش ان النتيجة دي تكون هايلة جدا بالشكل ده. الفراخ طبعا هنحشيها من جوه. أول حاجة نحشي الفراخ كويس جدا بإيدينا كده من جوه كويس، ونخلي اللحم كله يشرب التتبيله الجميله دي. والفراخ طبعا هتكون حوالي كيلو ونص الفرخه، هتغسليها كويس من جوه من بره، وتحطيها في الميه والخل ربع ساعه، وبعدين تشوفيها تاني. طبعا الخل ده بيساعد اللحمه بتاعت الفراخ ان هي تستوي معاكي بسرعه، الفرخه مش هتاخد معاكي اكتر من 35 دقيقه في الفرن من غير اي سل او اي حاجه. المطاعم بيعملوا بنفس الطريقه دي بصراحه، والنتيجه ابهرتني جدا وهتعجبكم جدا 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 بالشكل ده. وهنتبل الفراخ واللحمه، يستحسن ان احنا نسيبها مش اقل من ساعه، لو بيتيها بيكون افضل بكتير بكتير، هيديك نتيجه هايله جدا. انا بصراحه ما بيتهاش، يا دوبك نص ساعه ودخلتها على الشوايه على طول. هنشوف بقى مع بعض ازاي. هسيبها بقى النص ساعه دي وهرجع لكم بقى ايه تاني. هتربطي طبعا الفراخ من رجليها بالشكل ده بالخيط، علشان التتبيله وانت بتشوي ما تقعش منك من الشوايه، والفرخه تفضل يعني محتفظه بالتتبيله بتاعتك. هنا بقى جبنا الصاجة بتاعت الفرن بتاعي، ممكن طبعا انت تستخدمي على حسب امكانياتك الصاجة. لو عندك فرن صغير دوا اللي هو الفرن المطابخ الصغير دوا، هتحطي طبعا عليها وتغلفيها بورقة الفويل بالشكل دوا. انا بعمل الحركة دي علشان الفراخ او الكباب او اي نوع من اللحوم انت بتشويه ما يقعش التتبيلة على صاج الفرن، وبتبهدل بصراحة الصاج معاكي، وبيبقى غسيله صعب جدا، ومرة على مرة الصاجة بتاعتك بتبوظ خالص. يفضل يعني ان انت تعملي في اي شوي الطريقه دي عشان تحافظي على الصاج بتاعك بيكون نظيف. هتجيبي الشبكه، شبكه الفرن، وهترصي عليها اللحمه بتاعتنا الكباب بتاعنا بالشكل ده بالطول بالمنظر ده، وهنحط الكيلو ونص كله مرصوص كده جنب بعضه، وهنرجع بعد كده نقفل عليه الشبكه من فوق زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا بتوع محلات الفراخ المطاعم وكده بيعملوا بنفس الطريقة، وبتبقى شايفاهم عاملين كده، وبيبقوا طبعا مسوينها تحت الفحم، احنا هنعمل زيهم بالظبط، بالعكس النتيجة هتكون احلى واحلى عشان انتي عاملاها على ايدك.
زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنعمل ايه بقى في الورق الفويل اللي على الصاجه ده؟ وهنولع شويه فحم كده من اللي قلبك يحبهم حلوين يعني، بس يفضل يكون فحم كبير يعني معاكي عشان يديكي ريحه ونكهه هايله جدا في اللحوم. وهو مولع هتحطيه بالمنظر ده تحت اللحمه او تحت الكباب بالشكل ده. وهنرجع بقى ندخل الكباب الفرن. انا عندي هدخله هنا على درجة حرارة عالية 200 علشان ما ياخدش وقت طويل معايا. اهو هنا هو بيستوي طبعا جوه الفرن، الفحم من تحت اهو هيفضل معاكي مولع فترة جامدة. ممكن طبعا بنقطتين زيت كده تروح على طول رشة على الفحم عشان الدخان بتاعه يزيد واللحم او الكباب يشرب من ريحة طبعا الفحم بتاعك اهو بالمنظر ده بالبخاخة. ولو طفى معاكي وحبيت ان انت تزودي برضو الفحم تسحبيه على طول وعلى النار مباشره يعني على البوتاجاز كده، تولعيه مره ثانيه وتحطيه برضو على الصاجه بتاعتك وتكملي سوا الكباب. هياخد معاكي بالظبط بالظبط حوالي 40 دقيقه. وهتسوي طبعا الفراخ بنفس الطريقه دي وبجد هتطلع معاكوا تحفه 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 هايله. ما تنسوش برضو كمان، نسيت اقول لكم في التتبيله هنحط معلقتين من السكر زي ما بقول لكم كل مره، بتدي اللحوم بصراحه طعم هايل جدا. وبرضو كمان نسيت اقول لكم صويا الصوص لو حبيتم ان انتم تضيفوا معلقتين. لو الشبكه طبعا ما دخلتش كلها جوه الفرن انا هرفعها سنه لفوق وهقفل باب الفرن على قد ما اقدر. الجزء المفتوح ده مش هيأثر على اي حاجه في التسويه وهيسوي معاكم برضو بمنتهى السهوله. طبعا الكباب خلاص بتاعي استوى زي ما قلت لكم، ما خدش اكتر من 40 دقيقه. هنجيب طبعا بقدونس هنقطعه صغير وهنعمل فرشه طبعا للكباب ساعه التقديم. ممكن كمان تحطي شيبسي على حسب ما انت عايزه يعني في طريقه تقديمك، ده حاجه ترجع لك انت. انا استنيت بس برد يعني شويه عشان اقدر اتحكم فيه اهو. ما شاء الله شكله جميل جدا جدا وفعلا على فكره طعمه رائع. ولو حبيتوا كمان تعملوه باللحمه اللي هي اللحمه الضاني الريش الموزه هيكون اجمل واجمل بكتير. على فكره انا اخدت جايزه وفزت بيها على طريقه الكباب دي، عملتها وقدمتها لمطعم ام حسن يعني المطعم الشهير اللي هو في مدينه نصر، وفزت بجايزه من عندهم علشان طريقه الكباب دي. وطبعا الجائزه كانت عباره عن عشاء في مطعم ام حسن ورحنا ما شاء الله واكلنا بط وكده بجد. بس الكلام ده كان السنه اللي فاتت يعني فعشان كده ما عرفتش اصوره لكم. بجد الطريقه تحفه واتمنى ان انتم تجربوها. واللحمه بتاعتي هيستوي زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو، رائعه جدا. هنرصها بالمنظر ده يعني اهم حاجه برضو الرص ساعه التقديم يكون جميل معاكي. اتمنى ان ادوقكم بصراحه جميل جدا، مش عشان انا اللي عاملاه بس فعلا الوصفه دي حكايه تانية خالص. خلصنا طبعا دلوقتي الكباب، هنبتدي بعد كده ان شاء الله نعمل مع بعض الفراخ. هندخل بقى على الفراخ وشويها، والتتبيله اللي قلت لكم عليها دي تنفع لاي حاجه مشويه من اللحوم. We'll be right back.
دلوقتي جه دور الفراخ المشويه الهايله بتاعتنا. بنفس الطريقه انا غيرت الورق الفويل، رميته لانه اتبهدل خالص، وجبت ورق فويل جديد حطيته على الصاج، وبرده حطيت الفحم كان اتطفى معايا، ولعته وحطيته تحت الفراخ بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، وركبت الفرخه وركبنا الفرخه في السيخ بتاعها المخصوص عشان تلف وتدينا احلى نتيجه للفراخ المشويه. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.